مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لدفع قطر إلى تغيير سياستها تجاه الإرهاب، مضيفا أن لا نية لأي نوع من التصعيد مع الدوحة. وأشار قرقاش خلال مؤتمر صحفي في دبي إلى تسريب الدوحة لقائمة مطالب عربية باعتباره خطوة متهورة قوضت الوساطة الكويتية، وأن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر من دعمها للإرهاب والتطرف. أدانت كل من الإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن والأزهر الشريف ومنظمة العالم الإسلامي الجريمة الإرهابية التي أحبطتها قوات الأمن السعودية قبل استهداف الحرم المكي الشريف، وأعربت تلك الدول والمؤسسات الإسلامية عن تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية، كما أشادت بدور قوات الأمن السعودي في التصدي لهذا الهجوم. قال الجيش الأمريكي إن خط الاتصال مع روسيا بشأن مناطق عدم الاشتباك والذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سوريا يعمل حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية تابعة لقوات الأسد يوم الأحد. وكانت موسكو قد قالت يوم الاثنين إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا كأهداف محتملة. أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين العراقية بأن أفراد تنظيم داعش نفذوا ثالث عملية إعدام جماعية لأفرادهم في المطيبيجة شرق المحافظة بتهمة التخاذل بعد عمليتين سبق أن نفذوها خلال العام الحالي. وقال المصدر إن أفراد داعش نفذوا عملية إعدام إذن ضد 4 من أفرادهم جميعهم عراقيون بينهم 2 من أهالي مدينة ديالى. قال مصدر عسكري عراقي السبت إن قوة أمريكية خاصة وصلت إلى الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، ستكون مهمتها قطع إمدادات تنظيم داعش. وأوضح المصدر أن القوة الأمريكية المنقولة جوا نزلت جنوب الرطبة، وأضاف أن مقاتلي العشائر سيساندون القوة الأمريكية في مهمتها الهادفة إلى قطع إمدادات داعش من الصحراء باتجاه قضاء الرطبة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه سيرفع في الأيام القادمة لرئيس الجمهورية خطة لتسهيل حل مشكلة طالبي اللجوء، وأشار في تصريح على هامش زيارته لكالي في شمال فرنسا إلى مشكلة مهاجرين وضرورة مواجهة شبكات تهريب البشر في إفريقيا. شكرا على المتابعة.